حتى نتوقع حركة عملة لونا كلاسيك مهم كتير نتابع المحافظ الكبيرة. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي، هاي أرباحنا من قناة التليجرام، وإذا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة انضم لإلي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. المحفظة المركزية لمنصة باينانس أصبحت شبه فارغة ولا تحوي إلا بعض المليارات. إذن هذا نذير خير للعملة، يعني عدم تحويل الحيتان من المحافظ وإلى المنصات لبيع العملة. إذن شباب، هذا هو سبب الحركة الإيجابية اللي شفناها بلونا كلاسيك، انخفاض بضغط البيع من الحيتان بالإضافة لانتعاش البيتكوين وتعافيه. أصدقائي، نحن حاليا بهي القناة الصاعدة، طبعا محترمين الدعم، اول خطوة ايجابية كسرنا لهي القناة الصاعدة من مناطق 0.3018. اذا شباب، اذا حافظنا على هي المنطقة ممكن نستكمل الصعود. طبعا ما حدا بيقدر يتكهن وين راح تكون الموجة الصاعدة، لكن الى الان حركة عملة لونا كلاسيك ايجابية وصاعدة بامتياز، ونحن منتظرين تطوير البلوكشين بآخر هذا الشهر وتحديث الاندماج بين العملتين، عملة لونا كلاسيك وعملة لونا 2. وهيك شباب، هذا كان كل شيء أخبار عنا بخص العملة. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي، لا تنسى تفعل لي زر الجرس وتدعمني بالاشتراك لحتى يوصلك كل جديد.